رحنا اليوم السبت 28 في شهر 10 2023، هذا لاكار بالنسبه للناس. بغيت نوري لكم واحد المجزره اسلاميه سبق لي درتها في القناه ديالي، بغيت نصورها مره اخرى لان الشخص هذا بهرني بالنقاوه ديالو وبهرني بالكاليتي ديال اللحوم اللي كيجيب. صراحه الله العظيم كيجيب شي لحوم ما عرفتش منين كيجيبهم، فتحياتي ليه. وبغيت ندير له هذا الفيديو باش نعرفكم به بالنسبه للناس اللي ما عارفينش. هذا لاكار ديال روني، سواء جيت في التران او جيت في السياره ديالك الخاصه، بمجرد كتوصل لاكار وهذا ها هي النافوره ديال لاكار ديال روني رونز، كتهود مباشره، ما كتمشي لا نيشان ما كتولي اللور، كتهود من مع الشارع مباشره. ها لاكار اللي كتخرج من لاكار الشارع اللي كيجي لك مباشره كتهود معاه. هو دابا لاكار راه خليناه مورانا، لاكار راه كاين اللور، ها هو لاكار. لاكار كاين مورانا مباشرة وكتجي واحد 500 متر، 500 متر ولا مكملاش، كتلقى المجزرة اليمين ديالك اللي كتجي هاود من لاكار، كتلقى المجزرة اليمين ديالك ها هي، ها هي فين. غادي ننزل باش نصورها. كما قلت لكم لاكار ها هو، كتنزل في لاكار كتجي هاود مباشرة 500 متر، راه لاكار 500 متر، كتلقى المجزرة اليمين علي من المجزرة ديالك. صراحة كتبوا لي في التعليق من بعد ما تشريوا لي السلعة، إذا ما عجبتكم السلعة يمكن لكم تلوموني في التعليق على أنني ما عنديش مصداقية. عنده السلعة يعني صراحة أنا بهرني لا بالمعاملة ديالو ولا بالنقاوة ولا بالسلعة اللي عنده. غادي ندخل عنده بسم الله، دخل يلا. هاو نخلي السلعة هي تتكلم، ما غاديش نتكلم أنا، السلعة ديالو هي غتتكلم وهي تعرض نفسها بنفسها. والسيد هو هذا مولاي أحمد، ومرحبا بالجميع، كيرحب بالجميع بلا استثناء من أي مدينة كانت في بلجيكا، مرحبا بكم فروني عندو. وعندو القهوة بالمجان، تدخل تشرب القهوة واللي بغا يدي حوايج إضافيين. هادو طبعا هادو تلقاهم في اي بلاصه، ولكن اللي ما غاديش تلقاه في اي بلاصه هي هذا اللحم. هذا اللحم ديالو ما تلقاش في اي بلاصه، عنده صراحه عنده السلعه زوينه بزاف وداك الشيء نقي. المهم ما عندي ما نقول لكم، غادي نخلي لكم المفاجاه ملي تجيو نتوما راسكم وتكتشفوا هذا السيد هذا. تحياتي ليك، الله يحفظك، الله يبارك فيك. اللي ما كيعرفش السيد وجا عنده من خلال هذا الفيديو غادي يترحم عليا، غادي يترحم عليا لان ما غاديش يندم. انا عاد واخا حبيبي واخا، واش نبغيت هادي؟ بغيت هادي؟ هاكا وهكذا. وتحياتي معكم حسين مداوي، ما غاديش ندم بالله جيتو عند السيد قضاو عليه واحد واحد صافي مزيان. يلا تحياتي، كنتمنى هذا الفيديو تبارطاجيوه لكل من تعرفه ومن لا تعرفه. تحياتي.